عليكم، شكرا جزيلا ابو مشعل، والسلام والكثير الى معالي الاستاذ علي بن صالح صالح. لقد سعدت جدا بالاستماع الى المسيره البرلمانيه الحافله، ونحن يعني للعلم مجلس امانه العاصمه والمجالس البلديه الاخرى هي ثمار المشروع الاصلاحي لجلاله الملك. وللعلم فان مجلس امانه العاصمه نسبه المراه 50%، فاحنا اعتقد من اعلى المجالس الحاليه بالنسبه الى تمثيل المراه. بالنسبه الى يعني ادخال عنصر الشباب في الموضوع، انا عندي استفسار الى معالي الاستاذ علي الصالح. الاستفسار هو: ما هي رؤيه معاليكم في تقليل الفجوه بين التشريع والتطورات التقنيه التي يشهدها العالم؟ مثل ما تعرفون انا من الاشخاص اللي مهتم بالتقنيات والتطور، وهناك اعتقد يعني يمكن طلب ان التشريعات قد ما نقدر نقلل الفجوه الزمنيه بين الحصول على التشريعات لمواكبه التطورات التقنيه. فعلى سبيل المثال احنا بالمجالس البلديه في عده تطورات، التطوير العمراني والمجالات اخرى، بس على سبيل المثال في مجال البناء او الانشاء طابعات ثلاثيه الابعاد مثلا. فحاليا ما في تشريع ينظم اذا في شركه راح تجي البحرين مثلا وتبني بيوت باستخدام تقنيه ثلاثي الابعاد. فنتطلع الى تقليل الفجوه بين التشريعات والتطورات التقنيه التي يشهدها العالم، واحنا يعني نطلع الى رؤيه معالي الاستاذ علي الصالح في كيف يمكن تقليل الفجوه الزمنيه، بحيث ان التشريعات تكون على الاقل ما يكون في تاخير في 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 اصدارها. شكرا جزيلا.